متفائله او طموحه؟ طبعا طبعا اكيد يعني اكيد دايما التفاؤل هو لغتنا. بس طبعا بكل امانه مارسيل كولر قال كلمه مهمه جدا لازم اقف عندها، ان ترجي النسخه الحاليه غير مختلف غير السنه اللي فاتت. بس اشارته برضو للقاء السنه اللي فاتت في تونس في رادس ومكسب الاهلي 3-0، اشاره تعكس فكره انه لو انا خصم النادي او انا منافس النادي الاهلي طبيعي جدا حتى لو الظروف السنه دي اختلفت، حتى لو حصل تغييرات على مستوى الجهاز الفني، على مستوى التعاقدات والانتدابات، انه في رهبه، في نظره مختلفه للاهلي دونا عن اي منافس ثاني في افريقيا. لا هو دون شك دون شك دون شك دايما منافس النادي الاهلي. يعني زي ما احنا بنتكلم كده مثلا، اكيد بنحترم الترجي جدا، احنا بنتكلم عن الترجي ده نادي كبير جدا طبعًا في تونس ونادي كبير في افريقيا، وده قدره طبعا طبعا. بس اكيد اي منافس للنادي الاهلي في افريقيا بيتكلم على الاهلي اكتر ما احنا بنتكلم، لان يعني قدر النادي الاهلي قدر كبير جدا وبمباريات كتيره يعني اداريا وفنيا ورياضيا كل حاجه. لكن مهم نعرف ان احنا النهارده يا احمد بنلاعب في وجهه نظري اكثر مدير فني واقعي جه على تاريخ الترجي. ليه بقى بقول لك الكلمه دي؟ لان خلي بالك الترجي في تونس هو زي الاهلي في مصر، العقليه النادي اداريا ورياضيا هو اجبرهم يتقبلوا على المستوى الافريقي ان احنا رد فعل. الترجي في افريقيا في المباريات الحاسمه في النوك اوت كلها في رادس لعب مدافع على ارضه وبره ارضه، بس يعني بره ارضه مفهومه كلنا ممكن نعمل كده. الاهلي بيروح لعب سان داونز بيلعب متحفظ، لكن الاهلي بيلعب سان داونز في مصر. افتكر مباراه الدوري الافريقي احنا لعبنا مع سان داونز اول 45 دقيقه، ما اعتقدش ان سان داونز في حياته مع مكوينا فضل اكثر من 35 دقيقه مزنوق في ال 18 بتاعته زي الشوط ده. انا فاكر الشوط ده اللي هو المباراه اللي هم تاهلوا فيها بس كان شوط غريب من النادي الاهلي، كان شوط هجومي بحت، سان داونز ما كانش اصلا بيطلع عند الشناوي. النهارده الترجي بيلعب ميجيل كاردوزو، ميجيل كاردوزو مدير فني واقعي للغايه، قدر ان هو يرجع الترجي بشكل مختلف. السنه اللي فاتت طبعا تفتكر مباراه الاهلي والترجي في رادس 3-0 كانت ممكن تصل للنتيجه اكبر من كده بكتير بصراحه. المباراه كانت سهله للغايه وبرده في العوده كانت نفس الانتاج. بس الفكره في حته ايه؟ الفكره في حته ان السنه دي الشكل مختلف، طريقه اللعب مختلفه. الترجي نفسه هقول لك حاجه بسيطه قوي، الرباعي الدفاعي اللي هنلعبه النهارده هم اللي لعبونا السنه اللي فاتت. الاربعه اللي ورا، فول باك اليمين، فول باك الشمال، بن علي وبن علي وبن حميده وياسين مرياح وتوجاي. الاربعه هم، ولكن سيستم الدفاع مختلف. ده بسبب مين؟ بسبب مدير فني، بسبب الجهاز الفني. طبعا كابتن مين معلول اسم نحترمه كل شيء، ولكن ميجيل كاردوزو عمل منظومه دفاعيه للترجي خلت عنده رقم مميز للغايه. 9 كلين شيت في دوري ابطال افريقيا منهم 6 معاه هو. 6 معاه هو. منهم 180 دقيقة قدام سان داونز، واحد من الفرق الهجومية جدا 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 في افريقيا واحنا عارفينه، 180 دقيقة مش قادرين يحطوا فيهم هدف واحد. فاحنا بنتكلم على فريق محترم، فريق واقعي، فريق بيحط تارجتس قدامه بعيدا عن الشكل وعزة النفس والجمهور هيقول ايه. طب خليني اسيب الترجي عند الحتة دي وهرجع له تاني. نعم. يعني انا عايز ارجع لفكره ازاي هيفكر ميجيل كاردوزو. ما اعتقدش انه عنده رهان غير ال 90 دقيقه الاولى. هو يعلم تماما ان مواجهه الاهلي في القاهره هتكون صعبه. فبالتالي قدرته على تحديد الفريم اللي انت اتكلمت عنه، او زياده فرصه، او فكره انه يجي القاهره الاقل ضغطا او الاقل توترا، او ده يصب في مصلحته، فرهانه على ال 90 دقيقه. لكن انا عايز اقف معاك مع الاهلي اللي بياخد 5 نهائي على التوالي. ايه المختلف في نسخة الأهلي بتوقيع مارسيل كولر في نهائي رادس النهاردة والقاهرة يوم الجمعة اللي جاية عن الأربع نسخ اللي قبل كده؟ شوف طبعا أكيد الثقة بقت أكبر بكتير، لأن احنا بنتكلم على المجموعة الحالية مع مارسيل كولر ما اتغيرتش. احنا بنتكلم يعني قوام الفريق يعني قد يكون 70% او 75% من الفريق هو هو اللي لعب بيه، بس وزود عليه بعض الاسماء الجديده زي مودس، زي رضا سليم، الاسماء داخل الجديد، امام وسام ابو علي مثلا. فبنتكلم على 70% من الفريق هو هو. طيب فكره ان انا بلعب الفاينلز الافريقيه على طول بشكل مستمر، ده بيخليني انا النهارده عندي قدره العب في اي ملعب. نادي الاهلي وديه مازامبي ما عنديش مشكله، وديه بريتوريا في جنوب افريقيا ما عنديش مشكله، وديني رادس ما فيش مشكله، وديه مركب محمد الخامس في المغرب ما عنديش مشكله. ليه؟ بتبني ثقه.
ودي نقط بعيدا عن التحليل الفني اللي الناس بتشوفه في التلفزيون، ان في عوامل اخرى، في تراكمات على مدار خبرات كتيره جدا وسنوات كتيره. انت عندك لعيبه ممكن يفضلوا معاك لغايه السيمي فاينل، ودي بنشوفها كتيره جدا، ومدربين ياما اتكلموا عليها، واقفين على رجليهم، قول لهم فاينل يقول لك لا هنا بقى ايه تانية. جدا، وبيحتاجوا طبيب نفسي، وبيحتاجوا يعني سيشنز قبل المباراه، وبيحتاجوا حاجات كتيره جدا. فلقيت الاهلي عارف اللي هو ايه يا احمد، عارف اللي جاب كتاب وهو اوريدي قرا، هو الكتاب ده مثلا 100 شابتر وهو اوريدي خلص منه 50 لوحده، هو اوريدي مخلص 50 لوحده، فبس هو عايز يزود من الباقيين اللي هو ما قراهمش. هو ده النادي الاهلي، ان هو النهارده عايز يضيف القاب، لان هو اوريدي فيه عوامل كتير عنده اوريدي. فالنهارده مهم قوي قوي قوي، وسؤالك يعني حتى من الناحيه الفنيه سؤال خطير، المبادره اللي احنا هناخدها، هناخد احنا المبادره ولا هنسيبها له؟ ان هو هيسيبها لك. نبص على ميجيل كاردوزو هيلاقيه في الدوري المحلي بيلعب بشخصيه. ايوه في الدوري، بطوله دوري ابطال قصه ثانيه خالص، فرقتين مختلفتين. الماتش الاخير ده من النجم الساحلي ضغط طول الملعب، بريس على طول، بيضغط من قدام، ما بيسيبش النجم الساحلي يطلع بالكوره، ده اسلوبه محليا. ليه؟ له ايه عارف، له شكل معين. افريقيا ما بيلعبش كده، في افريقيا بيبقى هو رد الفعل. السؤال هنا بقى، مارسيل كولر هو بيفكر للمباراه قبل مارسيل كولر، السيناريو الافضل بالنسبه لك انت يعني لو كاردوزو هيلجا للاسلوب ده او احنا قلنا عنده شخصيتين، شخصيه بيظهر فيها في الدوري التونسي انتشار استحواذ ضغط ضغط عالي.